كما في حصبية كذلك في رشية مشهدية وطنية جامعة أحاطت بجولة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في رشية. محطات متعددة شملتها الجولة التي رافقه فيها النائب وائل أبو فعور ومستشاره حسام حرب. ومن عين حرشة أكد تيمور جنبلاط على تمسكه بالعيش الواحد قائلا: نشدد على العيش الواحد والمصالحة التي أرسيناها مع غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير واستكملناها مع غبطة البطريرك ماربشا بطرس الراعي، وستبقى أساسا في عملنا السياسي والوطني. ولأن البعد الإنساني والإنمائي في صلب اهتماماته، استهل جنبلاط جولته في بلدة الخلوات حيث تم وضع حجر الأساس للمركز الصحي والاجتماعي لبلدتي الكفير والخلوات، وتفقد مركز حرمون للرعاية والتأهيل في رشية مستطلعا أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ومشددا على أولوية خدمة المواطنين وحقوقهم وعلى قيام الدولة بوظيفتها الاجتماعية في هذا المجال. الجولة شملت كذلك مقام الشيخ الفاضل في عين عطا والمرجع الروحي أبو محمد جميل برغشي وكنيسة مارلياس في بلدة بيت لهيا، حيث استقبله راعي الأبرشية الأب جورج مفلح. منطقة رشاية وتتاهل لزيارتكم بكل فرح وامتنان، ليس لأنك تنتمي فقط لعائلة كريمة ولإرث وطني فحسب، بل لأنك شخصية مميزة مملوءه بالعلم والحكمة والرصانة الفكرية. كما زار النائب جنبلاط الشيخ أبو محمد صالح أبو إبراهيم بحضور حشد من المشايخ، محطة في مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث كان في استقباله المطران الياس الكفوري الذي أشاد بحكمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتعاطي حيال الاستحقاقات الوطنية بما يحمي لبنان. استكمل جنبلاط الجولة فزار بلدات تنورة بكيفة العقبة، كما زار القاعة العامة في رشية حيث أقيم له استقبال حشد. كما أقام النائب السابق أنطوان سعد مأدبة غداء تكريمية على شرفه بمشاركة نواب المنطقة. تستقبل رشية وهذه الدار زعامة واعدة وقامة صاعدة في محراب الوطنية والغروب والتقدمية، قام يعتز بها كل لبنان، قام التنور بيت جنبلاط. أهلا بك، أملا يتجدد في عروق هذه البلاد. تأتي حاملا نهج الشهيد الكبير كمال جنبلاط ووهج قيادة الزعيم وليد جنبلاط. جنبلاط اختتم جولته في دار إفتاء البقاع في خربة روحة، حيث استقبله جمع من علماء الدين والأهالي. والشيخ القاضي عبد الرحمن شرقية ممثلا مفتي البقاع أشاد بمواقف الزعيم الوطني وليد جنبلاط. الزعامة فيه ليست اكتسابا، والزعامة فيه ليست تطاولا، وإنما الزعامة فيه كان ثمنها أغلى ما في الحياة، دم الأب الذي سقط دفاعا عن أرض لبنان وعن وحدة لبنان وعن شعب لبنان عن يده الزعيم الوطني جمال جنبلاط. الكلمات باسم دار الفتوى شددت على العلاقة التاريخية مع دار المختارة.